أنا امرأة كبيرة في السن، وكثيرا ما أنسى في صلاتي، وأشك في عدد الركعات التي صليتها وفي الأذكار، هل أتيت بها أم لا؟ فهل يقبل الله هذه الصلوات مني؟ وما نصيحتكم لي؟ أي نعم، صلي واستعيذي بالله من الشيطان، واترك الوسواس، لا تلتفتي إليه، يذهب عنك إن شاء الله. نعم.